مصر للإعلام، المنتدى اللي كان فيه حضور كثيف جدا في نسخته السنية، كان فيه أكتر من 2000 مشارك سواء من مصر أو من العالم العربي أو من العالم أجمع. الحقيقة إنه الجلسات والحوارات وورش العمل كانت ثرية وسريعة جدا، ما كانش فيه أي وقت للملل في المنتدى ده أو أي وقت للا فائدة. طول الوقت كان فيه كلام عن التكنولوجيا، كلام عن قضايا الإعلام عن الساحة، وبالتأكيد غزة كانت طاغية، أو الحوار عن غزة كان طاغي في كتير من الجلسات، وتحديدا دور الإعلام الغربي فيها، وكمان الحديث عن سباق التكنولوجيا اللي مخلي المشتغلين بالإعلام بيتلفتوا حواليهم ومش عارفين الخطوة اللي جاية هتكون إيه. نفتتح أعمال منتدى مصر للإعلام 2023. مدير الجلسة الإعلامية منى الشاذلي. بدأ منتدى مصر للإعلام في نسخته الثانية بعنوان عالم بلا إعلام. الملحوظة والتي لم تسبق من قبل هو إنه مؤسسات التكنولوجيا أصبحت تصنع إعلاماً. إحنا بنحاول نعمله دلوقتي، إحنا كوسائل إعلام تراديشنال، إن إحنا نلحق بهذا السباق عشان ما نبقاش بره السوق. الشهر الجاي هنطلع بأول 7 بودكاست للشركة المتحدة. في خبرين إكسكلوسيف دلوقتي من المنتدى، واحد إنه الشركة المتحدة بصدد إطلاق 7 بودكاست الشهر القادم. مصر تعمل شيء له علاقة بكلاود، بما إننا نتكلم عن التكنولوجي. مظبوط، المفروض مصر تعمل كلاود على آخر السنة، المفروض يكون الكلاود بتاع مصر شغال. الكلفة الأساسية بالتلفزيون تيجي باللايف برودكشن، لأنه اللايف برودكشن مثل ما حضرتك بتعرفي إنه it's very very demanding، لازم يكون في عندك كرو موجود كل الوقت. بشتغل زي أي ولد، زي أي زميل، لأن المعيار هو العمل. إحنا أمام أكبر كارثة إنسانية حصلت في العصر الحديث. إحنا بنتكلم على حوالي 17,000 روح أزهقت. صحيح. البروفة الأساسية للإعلام الغربي في تغطية حرب غزة لم تبدأ من حرب غزة، بل بدأت من حرب أوكرانيا. شكرا لمنتدى مصر للإعلام، مش بس الناس اللي شاركت في تقديم الورش واللي جم من أنحاء العالم، إنما كمان اللي سجلوا وحضروا. وكنت سعيدة جدا إن في عدد كبير جدا من شباب الإعلاميين والطلبة بخلاف أساتذة كبار وزملاء مخضرمين. شكرا لهذا العمل اللي في نسخته الثانية بيقدم أداء مشرف للغاية ومفيد للمهنة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.